عشرات الشهداء والجرحى في القطاع واعتداءات في الضفة. أم الخير نقص في الخدمات وصمود في وجه الاحتلال. مفرق أبو صفية في طولكرم مفرق موت وذعر للمواطنين نتيجة مشاكل السير. عزوف الشباب الفلسطيني عن الأحزاب بين مؤيد ومعارض. مزرعة النوق الأولى في جنين لإنتاج حليب النوق. في 24 ساعة عشرات الشهداء والجرحى في عدوان إسرائيلي جديد على قطاع غزة. فصائل المقاومة وردا على ذلك أطلقت ما يزيد عن 15 صاروخا وتوعدت بالمزيد لتشتعل المنطقة بعد هدوء حذر ما بين الطرفين. على المستوى السياسي طالب الرئيس محمود عباس بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع، بينما يرى محللون ومراقبون أن هذه الاعتداءات ستستمر لإنقاذ الحكومة الإسرائيلية من أزماتها الداخلية. المظاهرات كانت كبيرة جدا في إسرائيل، وبالتالي عانت فيها الحكومة الإسرائيلية من مأزق، ولاحظنا ردة فعل المحتجين كيف أجلوا مظاهراتهم، لأن هناك الآن خطر أكبر، والقضايا الأمنية دائما ما تفيد الاتجاهات الأكثر تطرفا ويمينية في إسرائيل. التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على القطاع فقط، بل وتعدى ذلك ليشمل الضفة الغربية والقدس المحتلة. جنود الاحتلال اعتدوا على المواطنين الصائمين في منطقة باب العمود ومنعوهم من دخول الأقصى في الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك. على حجز قلنديا شمال القدس المحتلة منعت إسرائيل حملة التصاريح الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما من الرجال وأربعين عاما من النساء من دخول القدس. 5 الصبح وبهادل غير البهادل ما بناخدش. بهينوا فيهم. شو بدك تقول عن هيك أمي؟ شو بدك تقول عن هيك حكومي؟ حكومي خالي من الضمير. اللي من الساعة 7 وجزء 4 معابر دخلت، رجعوني ما دخلت. إسرائيل ادعت أن هذه الاعتداءات والمنغصات تأتي ردا على العملية الأخيرة في إيلات التي أودت بحياة 7 إسرائيليين و14 جريحا، عملية لم يتبنها أي فصيل فلسطيني، وكأن إسرائيل تنتظر الحجة لحصد أرواح الأبرياء في القطاع. القصف الإسرائيلي مستمر على القطاع، وإجراءات العذاب اليومي للمواطنين مستمرة وبوتيرة مرتفعة في الضفة، ويبدو أن الأمور تتجه شيئا فشيئا نحو التصاعد الميداني، لا سيما إذا رفض العالم الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول وانصاع للفيتو الأمريكي. نزار حبش من أمام حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، قناة وطن الفضائية. على بعد 20 كيلومترا من قرية يطا جنوبي مدينة الخليل يعيش عرب الهذليين ببلدة أم الخير. المواطنون في هذه البلدة يصارعون قسوة الحياة الطبيعية ومشاقها بصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي. يواجه هؤلاء اعتداءات مستوطني مستوطنة كرمائيل المقامة على أراضي قرية يطا بصدور عارية حفاظا على أراضيهم المهددة بالمصادرة. منوة المستوطنين نطلع منها وحتى يحتلوها بيأخذوها، أو إنه بنثبت ونصبر ونتحمل، وإحنا نعاهد أنفسنا ونعاهد ربنا عز وجل ونعاهد كل فلسطيني غيور إنه حنبقى على هذه الأرض مهما كان الثمن. هذا السياج هو ما يفصل خيام البلدة عن أراضي مستوطنة كرمائيل التي تعتبر من أكبر المستوطنات بمحافظة الخليل، لذلك يدفع سكان هذه المنطقة ثمنا باهظا في قصة الجوار بالإكراه مع قاطن هذه المستوطنة. فبأمر عسكري يحذر على المواطنين البناء هنا، وبأمر آخر يمنع على هؤلاء أن تصلهم المياه إلا باستخدام هذه الأواية ونقلها على الدواب مسافة لا تقل عن 3 كيلومترات. هاي المنطقة زي ما انتم شايفين يعني وطلعتوا عليها وسويتوا جولة فيها، هاي المنطقة منطقة صعبة كثير، ممنوع فيها المية، ممنوع فيها الكهرباء، ممنوع فيها البناء. صار هذا هدم للمنازل العائلات متكرر، صار في 2006 في 2008. الوضع صعب بين الأهالي وبين المستوطنين، المستوطنين في محاولة أنهم يستولوا على هذه الأراضي.
البلدة التي تعاني من انعدام البنية التحتية وقلة الخدمات، تحاول مؤسسات المجتمع المدني الوصول إليها وتوفير بعض متطلبات الحياة لها، لعلها تساعد هؤلاء الأطفال للتغلب على الظروف الصعبة التي يعيشونها، خصوصا في ظل غياب الاهتمام الرسمي بهذه المنطقة. ومن هذا المنطلق جاء هذا الإفطار الخيري. قرية أم الخير هي إحدى قرى يطا وتقع بجانب هذا المستوطنة الإسرائيلية، وما أن حالتهم الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة كان كواجب علينا أن نقف بجانب ونعزز الصمود أهلنا في قرية أم الخير. لذلك هذا ليس الإفطار من باب أنه للفقراء أو المساكين، بالعكس من باب تعزيز صمودهم وتثبيتهم على هذا الأرض. في الهلال الأحمر الفلسطيني من قوم ببرنامج التوعوي والتثقيف لهذول الجماعة بأكثر من مناطق، ممكن مناطق استهدفت ومناطق لم تستهدف بعد، من خلال اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من خلال دورات الإسعاف الأولي، من خلال البرامج التوعية من مخاطر الألغام والأسام المنفجرة. عندما تنقطع مقومات الحياة الطبيعية يعيش الإنسان بما توفر إليه من فتات ليحافظ على ما تبقى من كرامته. لذلك فإن المواطنين هنا مصممون على الصمود بالرغم من عدم توفر ذلك الفتات. أن تكون جارا لمستوطنة فذلك يعني أنك تعيش بحياة ملؤها الخوف والتعب، بلا بيوت ولا كهرباء ولا حتى مياه، وفي ظل اعتداءات جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه يحاول المواطنون هنا في أم الخير البقاء على قيد الحياة. من جنوبي مدينة الخليل بقرية أم الخير، حمزة السلايمي، قناة وطن الفضائية. منذ ما يقارب السنة تم تعبيد هذا الشارع من قبل بلدية طول كرم، ومنذ 3 أشهر أيضاً تم إعادة حفره لوجود أخطاء في العمل، والنتيجة أن بقيت حفر مرقعة هنا وهناك وإشارات حمراء وضعت على جانبي أرصفة الشارع لبناء مطبات صناعية، لكنها بقيت إشارة مع وقف التنفيذ. ما يسمى مفرق أبو صفية يعاني مشاكل مرورية كثيرة، فخلال حديثك مع ساكني هذه المنطقة لا تعبر كلماتهم إلا عن تذمر واستياء. السيارات عند الحفر هاي بتنحرف، وبعدين السيارات تيجي مسرعة طايرة وبتآذي الناس كلهم. وعملوا البلدية، مهندس البلدية عمل هنا حرف إكس على الشارع من هنا من الجنب الشرقي والجنب الغربي، وما عملوش المطب. قاموا بتركيع الشارع، لكن في مناطق قصوها وما تركعتش. هذه المناطق اللي انقصت وما تركعتش عملت مشاكل وحوادث سير في هذا الشارع. ازدياد نسبة الحوادث على هذا المفرق جعل بعض سائقي التاكسي يشعرون بالذعر، درجة تسميته مفرق الموت. يعني هذا الشارع أكثر إشي منشوف فيه على مفرق المسلخ كثرة الحوادث. من طالب البلدية ووزارة المواصلات ودائرة السير ولجنة السير إنهم يوضعوا لنا دوار صغير بالنص إلا الكل يخفف من سرعته. وإيش ثاني، يعني اللي بيبقى نازل من نزلة أبو السميدي شارع بورسعيد الكف مخفي، يعني بده وقف تينزل على نص الشارع تكشف الطريق. بخصوص المفترقات هاي تايصير له حادث موت 3-4، بتوقع إنه الشرطة والبلدية وغيرها وغيرتها بتعمل حل له. يعني أنا ابن الحارة بمرق باليوم 100,000 مرة، أنا بالليل وحكي بحكيه ومتأكد منه، بالليل مرات بصحى بشعر النمية تاع مفرق العزبة. بالنسبة للجهات المسؤولة وموقفها حول أسباب وجود مثل هذه المشاكل، فإن بلدية طول كرم أكدت أن هناك من يؤخر سير العمل ويضع العوائق أمامها. تم توسعة المنطقة اللي في المخيم، بقت منطقة ضيقة، وتم عمل أرصفة وجزيرة وسطية، والجزء الثاني طبعا تم تقديمه للتمويل، لكن حتى الآن لم يأتينا من وزارة المالية أي إشعار لطرح العطاء. طبعا هذا بتعلق بإجراءات وزارة المالية، مش أي تأخير من البلدية. الحفريات والتعبيد في الغالب هي مسؤولية البلدية، لكن مخالفة السائقين والمواطنين لبعض هذه الإشارات المرورية كإشارة منع مرور الشاحنات التي تزن 6 طن من خلال شوارع مفرق أبو صفية هي من مسؤولية شرطة المرور. حقيقة الإشارة المفروض توضع في هذا الشارع هي مش 6 طن، المفروض تكون من 9 طن فما فوق، لأنه لما تحكي عن 4 طن أو 6 طن معناته بتحكي عن التجار الصغير، والتجار الصغير مسموح له يفوت أي مدينة يعني معروفة.
لكن الشارع هذا وضع للمفروض اليمنع في فوق التسعة طن، وفي اتفاق بتغيير الإشارة هاي. شوارع متلفة وإشارات مرورية مخفية، النتيجة ازدياد حوادث السير وقتل أرواح، والكل يضع المسؤولية على كاهل الآخر. وفاء زيدان، تلفزيون الفجر الجديد، طول كرم. الشباب هم عماد الأمة، ولهذا تولي الدول المتقدمة والدول التي تحترم نفسها اهتماما كبيرا للشباب، كيف لا؟ والرسول أيضا عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالشباب. لكن الناظر إلى واقع الشباب في فلسطين هذه الأيام يراهم عازفين عن العمل السياسي وانشغالاتهم متنوعة. غياب وتغييب الديمقراطية هذا يؤدي إلى عدم الثقة، وبالتالي ربما نلاحظ أن هناك حالة من العزوف على المشاركة في المواضيع السياسية وفي النشاط السياسي إذا ما قارنا دور الشباب السابق. الحديث عن عزوف الشباب الفلسطيني عن المشاركة في العمل السياسي تختلف وجهات النظر حوله، فهناك من يعتقد أن لولا وجود الشباب لغابت الأحزاب السياسية وانصهرت، في حين يرى البعض الآخر أن نسبة العزوف عن الأحزاب هي واضحة وموجودة في الواقع، ويرجع البعض ذلك إلى انعدام الثقة في هذه الأحزاب. يعني برأيي أنه الشباب مش مبعدين بعد كافي عن الأحزاب، اللي هي الأحزاب يعني كانت عنوان القضية من زمان، فلسه يعني الشباب محكومين بالأحزاب لحد الآن. اكتشفوا أن الشباب بدفع الثمن، هو اللي بتحبس، هو اللي بيستجد، هو اللي بنجرح، ورؤساء الأحزاب والكبار هم اللي بسندوا، هم اللي بقبضوا، هم بأخذوا كل الفائدة بالآخر يعني. وأي كانت النسبة التي يمثلها الشباب في العمل السياسي الفلسطيني، فإنما هو مهما في هذه المرحلة برأي الكثيرين هو دمج الشباب في كافة أروقة العمل، إن كان سياسيا أو اجتماعيا أو حتى ثقافيا، لا سيما ونحن نشهد تغيرات عربية قادها ويقودها الشباب بمختلف مكوناته. إذن وبحسب الكثيرين فإن نسبة عزوف الشباب الفلسطيني عن الأحزاب السياسية بات أمرا واقعا، ويعزوه البعض إلى تقصير الأحزاب بفئة الشباب، وكذلك أحداث الانقسام الداخلي الذي أثر هو الآخر على هذا الموضوع. من مدينة رام الله، مصطفى الخواجة، قناة وطن الفضائية. الحاجة لحليب النوق دفعت عبد العزيز حنايشة من بلدة قباطية قضاء جنين إلى إنشاء مزرعة كاملة لإنتاج الحليب لتوفر العناء على أهالي شمال الضفة الغربية في الحصول على الحليب من الأغوار والجنوب. وفي مراعي وفي شوك وكلين وفي هنا مساحات كبيرة، كل هذا شوك العاكل هذا موجود في بلدة جنين، الخرفيش مش موجود عندهم، عندنا موجود الكريس كله هذا بوكلنا، في عندنا نباتات شوكية يعني كثير. المزرعة المدللة هي الأولى في جنين يزورها الناس لشراء الحليب الذي بات أقل من حاجة المواطنين، لأن للإبل صغار تحتاج للحليب أيضا، والبعض يزور المزرعة ليلقي نظرة على ما يعتبره غريب في المنطقة. أنا من عقربة الضنابس جاي هان على جنين مشان أشتري حليب نياك، لأنه بسمع أنه دواء، أول شيء بعالج للسكري وبعالج للعقم. صاحب المزرعة لم ينتظر قدوم المشترين إليه، بل بادر في تسويق الحليب بأساليب أكثر تشويقاً، فالكل بات يعلم أن هذا الجمل الذي يجول شوارع جنين كل يوم هو دكان لحليب النوق. أركب حليب النوق، حليب النوق مع حليب النوق، صلوا على الحبيب. يوم هذا يتشعم علي، يجم علي شيخ معك حليب، أقول له ما والله ما حليب، تعال 25 شكل قل خذ يا شيخ، ونتصل معك بالبلفونات، وبإسرائيل يتصلوا معي جوا يقولوا له تحطن عند الفلاني عند الفلاني، والحمد لله. 40 ناقة تقريبا تخدم أهالي جنين ونابلس وعرب الداخل وحتى أهالي الخليل الذين يأتون بحثا عن حليب النوق الذي يعتبره الناس دواء لأكثر من داء. عميد شحاري، تلفزيون فرح، جنين.